اليوم على شاشة الان تي في برامج عديدة، بنكون مع هيدا حكي بحلقة مميزة، وكمان بنكون مع مدرسة الحب بهالثلاثيات يلي عم نشوفها. طبعا قصص عاطفية، قصص اجتماعية، وصوت خازن السهر بيزين الحلقات. نشوف بعد المشهد. مو معقول كيف بدق الباب هالبنت؟ بعرفك من دقتك. شو بك منايا؟ شو بني؟ فهميني، في شيء ممكن يكون أهم من يوم عرسنا؟ حفلتنا؟ تركني الأفندي يروح لحالي آخذ هاي قرارات بدل ما يكون معي؟ لكن بشاكر أكثر، قالت لي في عندها موعد مع كوبل ثاني، يعني الطبيعي البشري يكونوا اثنين مع بعض رايحين، مو مثلي عروس لحالها. طيب هو شو أعطاكي مبرر؟ شو قال لي؟ كان عنده اجتماع، ما قدر يجي. طبعا ما انا لازم اكون على الويتنج ليست تبعه، دائما شغله اهم مني. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك، يعني هو بركي عن جد ما قصده. ناطره حدا؟ ماني ناطره حدا. ليكي اذا ماما قولي لها ما بدي اتغدى، يتركوني هلا. طيب طولي بالك لنشوف. وشك على نايا حبيبتي، أنا بعرف إنه معك حق تزعلي، بس صدقيني الموضوع ما كان بإيدي. تفضل تفضل ارتاح. يا نايا يا حبيبتي، أنا تركت الاجتماع من نصه وطلعت لحتى حضرتك ما تزعلي. ولو كنت بدك تجي كنت اجيت. نايا، أنا كنت ماشي مثل المجانين بالشارع، رح أعمل ألف حادث مشان حضرتك ما تزعلي. ويا ريتك وصلت على الوقت. طيب مو الحق عليكي؟ مو الحق عليكي يا حبيبتي إنه ما خبرتيني بالموعد؟ طب شو أعمل؟ ما قدرت أعتذر عن الاجتماع. لا أنا يا حبيبتي، طالما هيك عم يحكي معناتها معه حق. وإنتي حبيبتي وإنتي معك حق أكيد، إنتوا الاثنين معكم حق، يعني إنت ما كان عندك خيار وإنتي ما كان عندك خيار لأنك أخذي موعد مع المتعهدة. أنا برأيي بتعرفوا شو، إنتوا الاثنين تطلعوا تتغدوا برا وتتفاهموا. بشرط بدك تروح تتغدي معنا. لا لا حبيبتي، انا ابدا ماني هون، ما خرج، انا بدي فوت ارتاح. طلعوا انتو تخانقوا تصالحوا رجعوا، ما ترجعوا اعملوا اللي بدكم اياه، انا ما دخلني. عجبك نايا خانوم؟ عجبك الصيت اللي عم تطلعي علينا حضرتك؟ يعني فوق مالك غلطان جاي عم تعيط علي كمان؟ لك لا يا حبيبتي انا ما قصدي هيك. نايا انت بتعرفي اني قديش بحبك. اما بعد الاخبار فمنكون مع حلقه جديده من علاقات خاصه. وفي هلا وبنرجع من تاني نحن وياكم مع ايتيكيت، خليكم معنا.